الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا كفال 133 الحلقة 133 بين المسلمين وبقية الأطراف. بعد ما مكن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من عقد الصلح بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم منذ 10 سنوات، هذه الفترة كانت فترة جميلة جدا، وكفى الله سبحانه وتعالى يعني أشد وألد أعداء الإسلام كانوا قريش وأكبر شر في الجزيرة العربية كله، واتفق معهم، وهذه الاتفاقية كان فاتح للنبي صلى الله عليه وسلم. وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لأكبر مجموعة مفتنة مؤذية وهم اليهود، بني قريظة وبني قينقاع وبني النذير وفي خيبر، وكان يحرشوا وكان يحرضوا وكانوا يلفقوا من القصص وكانوا يؤلبوا وكانوا ينافقوا لكل على. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لو حر اي واحد يمسل له من نوم له ودع على ابتر ثلاث قريه كاين اورو كاين حسب حجمه وحسب اللي هو وحسب ديال لنا اخرى معنا. ف انبتر صلى الله عليه وسلم يقول له كل ودع على كاين جزاء الانساء ودي الحدود قال له ابتر الا فتره الديبا بين المسلمين وبقيه الاطراف الا فتره الديبا قضوة القابة الأولى حصلت وقضوة خيبر حصلت ويعني لن هيني وحد حتى قلنا عنده إن شاء الله أدي قضوة الخيبر اللي ينبطح ونتائج لنعاية لقضوة بين المسلمين وبقية الأطراف حصلت رجل نرئيته. كان أحد الحديبية ميثاقا ينص على وضع الحرب 10 سنين، وبفضل هذا العهد أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر عدو له في جزيرة العرب وهم قريش، وتفرغ لتصفية الحساب مع أخبث عدو له مكرا وكيدا وقدرا وإقراء للأحزاب وهم اليهود، وكانوا متمركزين في خيبر وما ورائها في جهة الشمال، وبينما هو يستعد للخروج إليهم حدثت حادثة أخرى خفيفة وهي قزوة القابة. قزوة القابة، وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل لقاح لترعى، يعني إنسى إبل لترعى في جهة الغابة بناحية أحد، وكان معها قلام رباح والراعي وسلمة بن الأقوع، وكانت مع سلمة فرس لأبي طلحة. فأقار عبد الرحمن بن عيينة الفزاري على الإبل فقتل الراعي واستاق الإبل أجمع، فأعطى سلمة فرسه رباحا يسرع إلى المدينة ويخبر بالحادث، وقام هو على أكمه يعني شوية عالية كده، فاستقبل المدينة وصاح بأعلى صوته يا صباحا 3 مرات، ثم خرج في آثار القوم يرميهم بالنبل ويرتجز خذها أنا ابن الأقوع واليوم يوم الرضع. قصة القابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الإبل وكان فيها راعي وفيها رباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم من خدم حمده وسلمة بن الأقوع، والابن تسرح باتجاه أحد باتجاه أحد بن هليل لنساعد النبي صلى الله عليه وسلم ولنساعد تلاي على ديبا وركمام نامو لنا يوب أكل علو لرباح لبول على وسلمة بن الأقوع، وسلمة بن الأقوع فرس ناي أبو طلحة على دباكو وبقسام ننتوم بأنسا هون لنساعد بقسد ننتا تجاه أحد ورا عبد الرحمن بن عيينة فزاري من قبيلتنا فزار مناتو من الفزاري كتما طاع واجي معد قلع على باكو ولا تلائر قتلو ولن واي كل الناس أو وتجهو بل أنسى كل الناس أو إلا وقت إلا سلمة بن الأقوع لفرسو قبل الرباع حبايا وقيس مدينة أسئل حاصل الدقام قلوم لو أنا حصل ديبنا قلوم بيديو وتين دي بكان شو وقلق قلت ديبان عرقا ديبان عرقا عرقا سك مدينة واللباء وطرحة وصباحة وصباحة 3 مرات بيلا وليب فرسو سك مدينة سعاق الأسيل واللي ابن الأقوع سروم تابعهم على اندلا كفوم قيس اندلا كفوم اندلا قيس
وشغل لبع على أن كلمات لبع على خذها أنا من الأقوى واليوم يوم الرد عند بيلة سرهم قيس على فلم يزل يرميهم ويعبر بهم وإذا رجع إليه منهم فارس جلس في أصل سيرة ورماه ودخلوا في مضيق جبل فعلاه وأخذ يرديهم بالحجارة فلم يزل كذلك حتى تركوا الإبل كلها لكنه لم يزل يتبعهم ويرميهم حتى ألقوا 30 بردا و30 ربحا يستخفون وكان يجعل عليها يستخفون أو يستخفون فكان يجعل عليها أقواما من الحجارة ليعرف بها طبعا حفظنا يعني تو يترفم النوم دلا كفوا مصرهم قيس ولا كفتهم مصرهم قيس ولا كفتهم مصرهم قيس ونفر ولا بيهم قبل أصلع برام قبل قد جد قرار قبل كذب ولا كفوهم إلا أن دوديهم إلا أن دوديهم وباهم أسيك ما لأنسى كل أترافا يمنا ولأن تحت قوة وأتوما لإيرال كبدد يبهم والعفاش بباقع معروا كبدد يبهم كبدد الأخفافة سنين قلس عون دبيلو زي 30 قبل منا حياتنا يوم منا لباس ومنا زوادات ومنا عفاشهم ومنا رماح ومن اللي إلا كارو بالأخفافة بلهم وهتهيني إيمان وقال لي وكيف اللي كردي على علامة إشارة كردي على قلي تبدع قوها هدوم قبل قل نسوا وجلسوا يعني ودي أكان عند دبر كن جوسيا معنا وطلع على دبر على كان بدبر من بر بلا قفوا معنا وحقوات قصوا دي أكان كده دي بحكم زل قصوا دي أكان شو إيش بيرة بيرة دي بتقصوا أكان من يعني كما كانت أبا دي بتقصوا توم وطلع على قفكم كان لا قفوا معنا 4 نفر من نوم نفروا قصوا تعب عو قيسوا دي وسعوا ديبو وتي بيلم انتم يدمرون انا سرب ابن الاقوى انا والله من كنا لا حد يكو ان انتم مره لساعة على وغياد على وهيرار على قلوب وانا لا لا حد يكو قول انتم منكم مقدر لكن منكم دسعة يلا علي وهي لو اتي او من يم رادر سرب لكن انا لا حد يكو منكم انا سوم امر انا سرب ابن الاقوى انا بين يوم واقبلوا وجلسوا في متضايق ثانية فجلس ابن الأقوع على رأس قرن فصعد إليه 4 فقال هل تعرفونني أنا سلمة ابن الأقوع لا أطلب منكم رجلا إلا أدركته ولا يطلبني في يدركني فرجعوا وبعد حين رأى سلمة فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر أولهم أخرم ثم قتادة ثم قتادة ثم قتادة ثم المقداد فجاءوا والتقى أخرم وعبد الرحمن فعقر أخرم فرس عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه فلحقه أبو قتادة وقتله طعنا وفر الباقون فطاردهم هؤلاء الفوارس ومعهم سلمة يعدو على رجليه ووصلوا قبل قروب الشمس إلى شعب فيه ماء يسمى بذي قرد وكان قد نزل به العدو ليشرب منه وهم عطاش فأجلاهم عنه سلم برميه ولحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم والفوارس عشاء فقال يا رسول الله القوم عطاش فلو بعثتني في 100 رجل أخذت بعناقهم وصرحهم فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكت فأشجع أي تلطف ثم قال إنهم ليغرون الآن في بني قطفان وأعطاه سهم الراجل والفارس وأردفه على العضباء وقال خير فرساننا اليوم أبا قتادة وخير رجالتنا أبو سلمة وقعت هذه القدوة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بثلاثة أيام وقد استعمل فيها على المدينة المنورة ابن مكتوم وأعطى اللواء للمقبرة إلا معركة إلا كما لا تبهى الليل يعني مدور حسلت وقعت هذه القدوة قبل خروجي أسك خيبر إني يفقر لأنه قلمي حقا لحظة أتلا قدوة خيبر بتمتعناته إني يفقر بثلاث يوم قبل أتلا قدوة الله ودي بالله كان اللي يعني اللي سلمة هتوم دلاكو فوم وخلاص للأغنى بحدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعروا وفرسان مسلمين اندرس عبا فروسان وتوم معطوا وتا يعني من نوم لشافقا وتا حتى مقدمتهم على أولى أخرم
وقتادة ومقداد بن علو بن أخرم وعبد الرحمن اللي بن علين الأنصار صارق على تواجهه وقال لي أخرم قتله، لكن قتادة وقتادة على ريوك قال لي عبد الرحمن اللي قتله ولا باقيين فروا وسعوا وطاردوا معه وسرقوا من دقيسو اللي من اللي سر ما سرقوا من دقيسو ومن دقيسو ودو قروا لهم ببع فلوسهم أكان دي بتكروا ثم عام علو ورسول الله صلى الله عليه وسلم كمان شعر ريومكم سمح ريوم هينين بالله لا للأقوى أنا كلاكم دل كفاتو مكان ما يهلو وتم عملو بيت نفر وابكنين دع ريكوهم اللهم سب على تدرسوا ما نسأكو ولا حاجاتو ما نسأكو خمسة البيري النبي صلى الله عليه وسلم بيريو انت مالك اللي يكو أشجات على الطف صبرو درا حتى نساء بيريو وتم لو كده دي وقت أفانا كان علو و قال لي سلام من الأقوى سهم ناي ناي فارس وساب ناي 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 راجل حبيب بدير قال إنسان لفارس لبوا هو كذا قال فارس وحتى قلنا نسي وقال لا بقدر لقيس حتى ناسي، لكن اللي فارس اللي ناي كذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ناي فارس وناي حبيب ولا معركة إلا لا من إلا وقت ونبي صلى الله عليه وسلم نقول لما شورت بيلا يوم لا من إلا لا فرسانا لا فروز طبعنا من لو منا فرسنا يوم وبقطع ذاته خير أخير واحد توتو ولا كان أي بقدر لقيس واللي أبو سلمة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم لحقة الذي بلن تيتا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد اتمنى لي خلوة خيبر تاكونا في أمان الله.